اوكي، هسه كملنا اول كم سلايد اللي هي المقدمه والاتوميك ستراكشر مال النيوكليوس. وصلنا للاوربيتالز، بس الاوربيتالز هي تبدي بها شو اسمه يعني تعقيدات شوي. الاوربيتالز هي مثل ما نعرف انه احنا عندنا اوربيتال اس واوربيتال بي، وهذا الترتيب الطبيعي مال الاوربيتالز. خلينا نشوفه وينه. هذا مثلا هذا 1s و2s، بعد هيجي 2b، وبعد هيجي 3s وال3b وال3d. هنا قبل ال3d اكو 4s. هذا الترتيب الطبيعي اللي كنا ماخذينه قبل. ف خلينا نشوف هنا ذاكرنا بالبدايه علي. In atomic theory and quantum mechanics، بالنظريه الكم وبنظريه بالنظرية الذرية وبنظرية الكوانتم ميكانيكس اللي هي نظرية الكم. An atomic orbital is a mathematical function. يقول انه حسب ذن النظريتين انه الاتوميك اوربيتال is a mathematical function، يعني دالة رياضية. فيعتبر الاوربيتال هو دالة رياضية. هاي تفاهات وتعقيدات ما لنا دخل بها، مو كلش مهم، بس راح اترجمها. Describing هاي الدالة الرياضية تصف the location and wave-like behavior، تصف الموقع والسلوك اللي يشبه الموجة مالت من of an electron in an atom. فهاي الدالة الرياضية اللي هي الاتوميك اوربيتال. الاوربيتال هذا، هذني الاوربيتالات اللي قلناها الاس والبي والكذا، هذولي هم شنو؟ عبارة عن دالة رياضية حسب ذن النظريتين، انه هو عباره عن داله رياضيه، وهاي الداله الرياضيه تصف موقع والسلوك اللي يشبه الموجه اللي دا يسويه الالكترون بالجزيئه، اللي الالكترون مو يدور حول الجزيئه، فيدور بشكل يعني شنو ويف لايك بيهيفر، يعني باسلوب يشبه الموجه. فهي هاي الاوربيتالات هي عباره عن داله رياضيه تبين السلوك والموقع مال الالكترونات. واهم شيء هو انه هي تبين ديسكرايبنج ذا لوكيشن، اهم شيء تبين موقع الالكترونات، يعني تكون بيا غلاف. هسه شويه شويه تتوضح. The function can be used to calculate the probability، اللي هي probability of finding any electron of an atom in any specific region around the atom's nucleus. يعني شنو؟ يعني انه الوظيفه مالتها هي شنو؟ هي حساب إمكانية وجود إلكترون في موقع معين بالأغلفة مالت من مال النواة، اللي مو أكو أغلفة داير ما يدور النواة. فإنه هاي الأوربيتالات هي توضح مكان الإلكترون في أي واحد من هذه الأغلفة. زين، What do orbitals look like؟ كيف تبدو الأوربيتالات؟ There are four different kinds of menu of orbitals. أكو هواية أنواع من الأوربيتالز. Donated يعني نطلق عليها أو تسمى. أوكي؟ فتسمى بيش بالS وبالB وD. فعندنا أوربيتال من نوع S وأوربيتال من نوع B وأوربيتال من نوع D. وعندنا أيضا نوع F. Each with different shape، كل واحد إلى شكله الخاص. Of the four، اوكي، we will be concerned primarily، احنا راح نهتم مبدئيا بمنو؟ with s and b orbitals، راح نهتم بالاوربيتال s و b، اوكي، اللي هم يشكلون الغلاف الاول والثاني، لان احنا نعرف ان الذره بها غلاف اول يحتوي على الكترونين، بعدها يجي الغلاف الثاني راح يحتوي على شقد؟ يحتوي على 8 الكترونات. فالالكترونين الاولى حتكون بالs، والالكترونين الثانية حتكون بالاثنين اس، والست الكترونات الباقية حتكون وين موجودة؟ بالتو بي، حسب الترتيب هذا. هسه اذا كانت عندنا ذرة تحتوي على مثلا نقول هاي الذرة تحتوي على ناخذ مثال ذرة الكربون، اوكي؟ ذرة الكربون تحتوي على اربع اوربيتالات، سوري اربع الكترونات، اوكي؟ فمن نجي نوزعها توزيع حيكون شنو؟ الاوربيتال الاول اللي هو ال 1s، الاوربيتال الاول اللي هو ال 1s حينملي باثنين الكترونات، بقى شقد؟ بقى اربعه.
فنجي للتو اس حسب الترتيب هذا، نجي التو اس نملي اثنين فحيبقى عندك شقد اثنين، بالبي تو نملي اثنين وهذول الاثنين حيبقون فارغات ما بيهم اي اوربيتال، فيكون التوزيع مالتها الالكتروني هالشكل، فتحتوي على ست الكترونات موزعة بهاي الطريقة. زين الذرة بالعادة هي هالشكل نقطة ودائر ما يدورها مدارات، اوكي، فهاي النقطة هي النواة. خلينا نحكي على تركيب ذرة الكربون، اوكي، فذرة الكربون حيكون بالانر شيل مالتها، الشيل شيل معناه شنو؟ معناه انه هو غلاف، الانر شيل الغلاف الداخلي، اوتر شيل الغلاف الخارجي، هذني مصطلحات لازم نحفظهم هاي اساسيات، انر شيل واوتر شيل، الانر شيل هو الغلاف الداخلي والاوتر شيل الخارجي، وبعد عندنا الفالنس شيل، الفالنس شيل هو الغلاف الخارجي اللي يكون يا اما ممتلئ او المهم الفالنس شيل هو نفس الاوتر شيل الغلاف الخارجي، واللي هو همين من نقول عليه فالنس شيل معناها غلاف التكافؤ، اوكي. فالكربون هسه هو بيشقد ب 6، فهذا الكترون وهذا الكترون موجودات ذني بالغلاف الاولي. زين الغلاف الثانوي الاوتر شيل حيكون بيشقد، حيكون ب 4، فهذا 1 2 3 4، هذولي 4 الكترونات، اوكي. فذرة الكربون بها 4 الكترونات، احنا مثل ما نعرف الاوتر شيل او السكند شيل الغلاف الثانوي حيكون يملي will be a cubite حينملي بشقد ب 8 الكترونز، نحتاج 8 الكترونات حتى نفل الغلاف الثانوي اللي هو الغلاف الثاني، ينملي بيش ب 8 الكترونات، انا هسه عندي 4، فبعد شقد احتاج؟ احتاج الى 4 الكترونات ثانيه، هذول الاربع الكترونات الثانيه منين حجيبهم؟ حجيبهم يا اما من اواصر، يا اما من اواصر تساهميه، يا اما من اواصر ايونيه. هسه راح نوضح شنو الاواصر الايونيه والتساهميه، كلها حتجيها بالتسلسل، بس الفكره انه ذره الكربون ما دام بيها 6 الكترونات فعدها 4 الكترونات بالغلاف الخارجي واثنين بالغلاف الداخلي، سو هسه احنا نحتاج بعد 4 الكترونات ثانيه حتى نكوبايت الغلاف الخارجي حتى يصير فول، وتكون الذره من يكون الغلاف الخارجي فول مالتها حتكون الذره اكثر استقرارا، لذلك ذرة الكربون حتسوي أواصر، وذرة الكربون حتسوي مركبات كبيرة، وحتسوي هواية مركبات، فكل ما يجي مركب آخر حينطينا هنا إلكترون أو هنا أو ينطينا 4 إلكترونات فتكون فل بهاي الحالة، فحتصير ذرة الكربون يشبيها بيها 4 أواصر اللي هم كل أصرة عبارة عن إلكترونين، إلكترون كان موجود بالذرة أساسيا وإلكترون انضاف إليه، فإذا كانت ذرة الكربون هنا مثلا كتبنا C وياها آصرة معناها شنو؟ معناها أنه ذرة الكربون مثل ما هنا كان بيها 1 وضفنا لها 1 فصاروا 2 إلكترونات هاي آصرة تساهمية، وهكذا بهاي الحالة هنا وهنا هماتين وهنا هماتين، فصار عندنا شنو؟ 4 أواصر غطت لي ذرة الكربون، 4 أواصر غطت لي ذرة الكربون، هسه ذرة الكربون صارت فلد. هاي بس يعني شلون توزيع الالكترون مال توزيع الالكترون مال الكربون وشلون حتكون اواصر ذرة الكربون، هاي هيك بعدنا يعني راح نرجع نتطرق لها بعدين هواية بالملزمة، بس هسه هيك حتى اللي ما عنده اساسيات يقدر يربط. اوكي بس خل امسحهم، اتعاجز اجيب المساحة ادري اكو مساحة. اوكي نرجع هسه وين كنا بالهاية الفانكشن، this function can be used to calculate the probability هايج. What do orbitals look like ووضحنا هاي هماتين، we will be concerned هماتين قلناها خلاص، فإحنا حيكون اهتمامنا بيمن بالغلاف الثانوي الاس والبي، ما راح يأخذ هواية أغلفة لحد الدي أو الاف، هيوصل للاس والبي. The orbital in an atom are organized into different electron shells، مثل ما يقول هنا انه الاوربيتالز الاوربيتالات اللي هي عباره عن هاي المربعات، الاوربيتالات هاي او بصيغه يعني احنا ماخذيها قبل، خلي اشوف صوره احنا ماخذيها قبل، هذه كل مربع من ذولي كل مربع من ذولي هو عباره عن اوربيتال، اوكي، فمن نقول اوربيتالات معناها هذا المربع
بدون الالكترونات اللي جوا، اوكي بس المربع. فخلنا نرجع. اوكي اوربيتالز ان ان اتوم ار اورجنايزد انتو ديفرنت الكترونز شيل، الكترون شيلز. اوكي فهي تكون الاوربيتالات مرتبه خلال شنو؟ خلال ديفرنت الكترونز شيل اور الكترون شيلز سنترد اراوند. هاي الالكترون شيلز حتكون سنترد اراوند ذا نيوكلياس، حتكون يعني النواه بداخلها وهي حتكون داير ما يدورها، والنواه حتكون بالسنتر مالتها بوسطها يعني. ان هافن successively larger size and energy، فتكون تحتوي على حجم اكبر وطاقه اكبر. هاي مو مهمه، أنا يعني اللي مهم أغلبه مسوي له هايلايت. زين different shells contain different numbers and kinds of orbital، فالأغلفة المختلفة تحتوي على عدد مختلف من different shells الأغلفة المختلفة تحتوي على عدد مختلف من الأوربيتالات. فمثلا الغلاف الأول، احنا قلنا الغلاف الاول اللي داير ما يدور النواة يحتوي على شنو؟ يحتوي على الكترونين. فالغلاف الاول الشيال الاول الانر شيال حيحتوي على اوربيتال من نوع اس، واللي يملي بالكترونين. اوكي احنا نعرف انه الاس يملي بالكترونين فقط، فالغلاف الاول هو همتين يملي بالكترونين فقط. سو الغلاف الاول حيحتوي على اوربيتال من نوع اس فقط. زين والاوربيتال الثاني هماتين، الاوربيتال الثاني يحتوي على شنو؟ يحتوي على 8 الكترونات، او يعني يفل ينملي بثمان الكترونات. زين احنا بكل اوربيتال عندنا الكترونين، فهنا ايش قدر حنحتاج بالغلاف الثانوي؟ كم اوربيتال حنحتاج؟ 4 اوربيتالات. فحنحتاج 4 اوربيتالات. هذول الاوربيتالات بالغلاف الثانوي، شوفوا هذا الغلاف الثانوي، هذا الغلاف الثانوي، الغلاف الثانوي هذا، احنا نحتاج 8 الكترونات. اوكي فنحتاج 4 اوربيتالات، فناخذ لي اوربيتال من نوع اس ونمليه بالكترونين، وثلاث اوربيتالات من نوع بي ونمليهم كل واحد بالكترونين، فحيصير عندي 8 الكترونات، وهنا الشيل الثاني او الغلاف الثاني انملي. فمثل ما دا يقول هناك، دا يقول انه كل، مثل ما يقول هنا انه كل شو اسمه، كل غلاف يحتوي على انواع مختلفه من الاوربيتالات. فوضحنا انه هنا كل اوربيتال ده يحتوي على، مثلا الاوربيتال الاول يحتوي على الاس، عفوا الغلاف الاول يحتوي على اوربيتال من نوع اس وواحد، الغلاف الثاني لا يحتوي على 4 اوربيتالات، واحد منهم هم اس وثلاثه منهم هم بي وهكذا. زين and each orbital within a shell can be occupied by two electrons. كل غلاف، كل شو اسمه orbital بداخل أي غلاف حيكون الorbital هذا ينملي، will be occupied ينملي by two electrons، حينملي باثنين إلكترونات. The first shell contains only a single orbital. هذا اللي شرحته استوني، الغلاف الأول يحتوي على orbital واحد دونيتد يسمونه بال 1s. احنا الاوربيتالات هم قلنا انواع s و b و d و f. فالغلاف مثلا اكو اوربيتال موجود بالغلاف الاول فهو اسمه s، وهو موجود بالغلاف الاول فحيصير 1s. اكو اوربيتال اسمه s، واكو اوربيتال اسمه b، واكو اوربيتال اسمه، اوكي هسه الاوربيتال s و b، هذول الاوربيتالات اذا صاروا بالغلاف الثاني فحنسميهم 2s و 2b لان هم بالغلاف الثاني. اوكي فاسم الاوربيتال حيكون يعني هو بي واس، هذا نوع، بس احنا حنخلي رقم قبله، هذا دلاله على انه هذا الاوربيتال موجود باي غلاف، بالغلاف الاول نخلي 1، بالغلاف الثاني نخلي 2. اوكي the second shell contains 1 2s orbital and 3 2b orbitals. هذا اللي شرحته هسه، انه السكند شيل الغلاف الثاني يحتوي على شنو؟ يحتوي على غلاف من نوع اس، وخلينا قبل 2 لان هو هذا الغلاف الاوربيتال اللي من نوع اس صار بالغلاف الثاني، فخلينا قدام 2 فصار شنو؟ صار 2s. المهم
فهو عبارة عن أوربيتال واحد بس موجود بالغلاف الثانوي. And three orbitals من نوع B. أوكي همين أكو نوع اسمه B خلينا قدام اثنين يعني صار بالغلاف الثانوي. ثلاثة أوربيتالات من نوع B مثل ما موضح هنا. أنا أشوف هذا الغلاف الثانوي B1S وثلاثة B. سيف The third shell contains ثلاثة من الاس من اوربيتالات الاس وثلاثة من اوربيتالات النوع بي and five اوربيتالات من النوع دي. اوكي اوربيتالات هذا هو التوزيع الالكتروني. هذا هنا نجي نشوف the third shell هنا بالرسم. the third shell يحتوي على ثلاثة اس يعني نوع اس بالغلاف الثالث واحد ويحتوي على شنو على ثلاثة من الأوربيتال نوع B ويحتوي على خمسة من الأوربيتال نوع D. أما هاي الثلاثة الموجودة قبل الD والB والS هاي معناها إنه هذول الأغلفة هذول الأوربيتالات موجودات بالغلاف الثالث. مو معناها إنه هي عدد الأوربيتالات، لا هاي معناها إنه هذول الأوربيتالات أيا كان عددهم موجودات بالغلاف الثالث. هذا كل اللي موجود بهاي. زين هذا خلصنا الأوربيتالز وتفصيل الأوربيتالز. هسه الأتوميك ستراكتشر مال إلكترون كونفيجوريشنز هذا حنسوي له فيديو واحد لأن ما يطول الفيديو.